أهلا بكم في الموجز الاقتصادي. كشفت وزارة التخطيط الحالية ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني الماضي بنسبة 0.9%. وأوضحت الوزارة أن معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني لسنة 2022 بالمقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2021 شهد ارتفاعا بنسبة 5.3%. وأشارت الوزارة الحالية إلى أن السلع التي كانت الأكثر ارتفاعاً في الأسعار الشهرية لشهر كانون الثاني من عام 2022 هو قسم الغذاء، كما لفتت إلى أن قسم الاتصالات سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.4%، فيما سجل قسم السكن ارتفاعاً قدره 2.7%، وسجل قسم السلع والخدمات ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.3%. قال تقرير لموقع إيراك بيزنس نيوز الأمريكي أن ارتفاع مؤشر سوق النفط سيكون له مردود تنموي واعد لاقتصاد العراق وموقفه المالي مؤديا لاستقرار إيجابي لعملة البلد على مدى سنوات، الذي سيترجم بزيادات كبيرة باحتياطاته من العملة الصعبة. أضاف تقرير أن سوق النفط حقق ارتفاعا بالأسعار ما بين 4.5% و8.8% خلال هذا العام، ما يعني تحسنا باقتصاد العراق عن السنتين الماضيتين مع مؤشرات تنموية واعدة متميزة. ولفت إلى أن فعالية البلد المالية المتصاعدة جراء ارتفاع أسعار النفط مقابل زيادة المبيعات ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على كل من الاقتصاد العراقي وعدالة السوق، باعتبار أن اقتصاد البلد يعتمد على الإنفاق الحكومي من العوائد النفطية. واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وفرض المزيد من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا بجانب التحذيرات الروسية من قفزة كبيرة في الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.68% لتصل إلى 127 دولارا و75 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.93% لتصل إلى 122 دولارا و9 سنتات. تأتي اضطرابات إمدادات النفط مع استمرار انخفاض المخزونات في جميع أنحاء العالم، حيث قدر محللون أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 800,000 برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من شهر آذار. أعلنت شركة التكرير الأسترالية فيفا إنرجي أنها ستتوقف عن شراء النفط الخام الروسي لتنضم إلى عدد متزايد من الشركات في قطع العلاقات التجارية مع روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا. بذلك تلحق فيفا بمجموعة من الشركات التي تقيد أو تؤجل أو تنسحب من الأنشطة التجارية في روسيا في أعقاب موجة من العقوبات المفروضة على موسكو بعد الاجتياح. وقال متحدث باسم أمبول شركة التكرير الأخرى الوحيدة في أستراليا إن الشركة لم تشتري النفط الخام أو المنتجات الروسية منذ بدء الصراع. قال البنك الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على حزمة قروض ومنح قيمتها 723 مليون دولار لأوكرانيا لدعم الميزانية الحكومية بسبب الغزو الروسي للبلاد. وأضاف البنك الدولي أن الحزمة تشمل 350 مليون دولار استكمالاً لقرض سابق قدمها البنك، إضافة إلى نحو 139 مليون دولار من خلال ضمانات من هولندا والسويد. وتشمل الحزمة أيضاً 134 مليون دولار من المنح المقدمة من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا وإسلندا، فضلاً عن تمويل موازن قيمته 100 مليون دولار من اليابان. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.